ومعنا عبر الهاتف من بغداد الناطق الرسمي باسم الحراك السنية في العراق الأستاذ فاروق الضفيري. مساء الخير أستاذ ضفيري. مساء النور، حياك الله، مرحبا. أهلا وسهلا. إذا دونالد ترامب يقول أن إيران تسيطر على العراق بعد أن أنفقت عليها واشنطن تريليونات من الدولارات، هل يعني ذلك إعلان عن بداية صراع أمريكي إيراني في العراق؟ نعم، حقيقة أولا شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة. حقيقة كلام ترامب هو ليس بجديد، يعني هو لا يقول شيء غير واقعي. الموجود على الواقع اليوم هي إيران تحتل العراق، ولكن السبب الرئيسي من هو؟ أليست هي أمريكا؟ أليس من جاء وسمح لإيران بالتدخل والسيطرة على كل مقدرات البلد؟ أليست هي أمريكا؟ أليس من جاء بالميليشيات وسمح لها ويدافع عنها منذ 2003 إلى الآن؟ أليست أمريكا؟ بالتأكيد إيران اليوم تسيطر على العراق بكل مفاصله. فكلام ترامب هو ليس بجديد، وإنما هو كأنه يطرح واقع موجود يعرفه أبسط إنسان في العراق أو في العالم. ولكن مع ذلك نحن نرى ربما يعني مخطط أمريكا اليوم هو ينظر إلى ترتيب المنطقة يعني بشكل أو بآخر، باستراتيجية أو بسيناريو جديد، يحاول أن يعول على يعني حلفاء أو لاعبين جدد لكي يسيطر على خيوط اللعبة، ولا تتميز إيران وحدها بالسيطرة على هذه المنطقة بعد أن استطاعت أن تحتل بشكل فعلي أو بآخر 4 عواصم عربية موجودة اليوم في هذه اللحظة. هل يعني ذلك إعلان عن بداية هذا الصراع يعني وما تحدثت عنه الآن؟ ما هي توقعاتك بشأن السياسة الأمريكية الجديدة في ظل هذه التهديدات التي يتوجه بها دائما دونالد ترامب منذ توليه الحكم؟ أختي الكريمة، حقيقة لو تابعنا تهديدات أمريكا لنقل منذ عقدين من الزمن، لو تابعنا تهديدات أمريكا إلى إيران منذ ما يسمى بالثورة الإيرانية في 79 إلى الآن 1979 إلى الآن، تهديدات أمريكية مستمرة إلى إيران بضربها وبتهديدها وبتفعل كذا وكذا. لكن بالمقابل نرى أن المستهدف الرئيسي هم هناك دولة عربية تستهدف إيران، أمريكا تهدد إيران في مسألة معينة، نرى بعد ذلك تضرب بغداد. إيران أمريكا تستهدف إيران في مسألة معينة، نرى أن سوريا تضرب، كابول تضرب، وهكذا. التهديدات موجودة، لكن الفعل الحقيقي لأمريكا وإسرائيل وروسيا تكون على العرب. فأنا أرى أن هذه ما هي إلا مناورات يعني استمساك خيوط اللعبة الأمريكية في المنطقة بتوصيل هذه التهديدات، ليست فعلية وإنما هي للسيطرة على يعني حركة المنطقة أن تكون من جانب أمريكا. وإيران هي الحليف الفعلي الرئيسي الذي لم تأتي دولة اليوم في الشرق الأوسط، لم تأتي دولة تنفع أمريكا مثل ما نفعتها إيران في هذه المنطقة، حيث كانت سبب رئيسيا في إسقاط بغداد، احتلال بغداد واحتلال كابول واحتلال هذه الدول العربية، العواصم العربية من بغداد ودمشق وصلت الفكرة. الناطق الرسمي باسم الحراك السنية في العراق السيد فاروق الضفيري، شكرا جزيلا لك.